يسعد اوقاتكم اصدقائي، يسعد صباحكم، كيف حالكم؟ متابعي قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتم باخر اخبار العملات الرقمية. راح اتكلم عن الارتفاع الكبير اللي صار بعملة الدوش كوين. اما بش فيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، راح اترك لك الرابط اسفل الفيديو، وتقدر تنضم لقناتنا على التليجرام عن طريق الرابط الموجود بالصوره المصغره. قبل ما نبلش الفيديو اصدقائي، بتمنى تدخل تشوف الفيديو اللي نزلته قبل 20 ساعه. هذا الفيديو اصدقائي بيشرح طريقه انفجار عمله الدوش كوين، صورته بالامس، قلت بكره في انفجار لعمله الدوش كوين، وهذا اللي صار اليوم. خليكم معنا بعد الانترو، خلينا نكمل الفيديو. وطبعا اصدقائي، اكثر شيء سعيد انا بالنسبه له انه الفيديو اللي نزلته وتكلمت عن الانفجار شافوه تقريبا 800 شخص. اذا من 800 شخص 100 شخص فقط اشتروا من هاي العمله قبل الانفجار، بيكون حاليا عنده مرابح فوق ال 40%. طبعا هيك فيديوهات بتساعد كثير من الاعضاء او بتساعد كثير من المستثمرين، كانوا مبتدئين او محترفين، بالدخول بهيك عملات قويه او بهيك عملات بهالاوقات الحاسمه. طبعا هيك عملات ممكن تكون عملات ضعيفة، لكن أي تغريدة من إيلون ماسك ممكن تنفجر العملة. لهيك كانت فرصة رائعة جدا من وقت ما دخلناها بسعر 7 سنت إلى 16 سنت حاليا، يعني عملة معنا فوق الواحد إكس. والحمد لله رب العالمين، قبل كل انفجار عم نتكلم عن العملة، في كثير من المستثمرين كانوا مبتدئين أو محترفين عم يستفادوا من هاي التوصيات ومن هاي الفيديوهات. لهيك اضغط على زر اللايك حتى ينتشر الفيديو قدر المستطاع حتى كثير من الاعضاء يستفادوا. طبعا اصدقائي، ارتفعت عمله الدوش كوين خلال 8 ساعات الاخيره او 5 ساعات الاخيره بالضبط، طبعا نتيجه لتصريح من ايلون ماسك. طبعا اللي شاف الفيديو الاخير تكلمنا بالمنطقة 12.5، تكلمنا عن ارتفاع قريب لعمله الدوش كوين وان اغلاق اعلى المقاومات راح نتجه الى منطقه ال 20. طبعا نحن حاليا منطقه ال 15.6، اي اغلاق اعلى هاي المقاومه. طبعا رح نرجع نعيد الاختبار مره ثانيه اللي هي عن منطقه 15.20، وبعدها رح نتجه لمنطقه 18 الى 20. وانا بهاي المنطقه او بهذا المربع اللي رسمته بالفيديو السابق قلت لكم رح سكر صفقتي بهاي المنطقه. لهيك اي شخص متابع معي فيديوهات خاصه بعملة الدوش كوين بيعرف انه انا رح سكر بهاي المنطقه، واذا كان عم يشتغل نفس الاستراتيجيه اللي عم يشتغل فيها كمان لازم يسكر بهاي المناطق، لان مناطق مقاومه صعبه جدا. طبعا نزلنا توصيه على قناه الفي اي بي، خلينا نشوف التوصيه مع بعض. هاي التوصيه موجوده امامكم اصدقائي، نزلناها في يوم 31 اكتوبر. طبعا كان يوم 30 اكتوبر، لكن كانت بعد الساعه 12 منتصف الليل، يعني اصدقائي هاي الصفقه قبل 30 ساعه من الان من وقت تصوير هذا الفيديو. هاي الصفقة دخلناها قبل 30 ساعة. طبعا سعر الدخول كانت بمنطقة ال 11.5. طبعا بهاي المنطقة دخلنا من عملة الدوش كوين. طبعا الهدف الأخير كان عند ال 14 سنت. حققنا مربح إلى حد الآن 40%. خلينا ننتقل على باينانس لنعمل عملية حسابية. نفتح الآلة حاسبة. أصدقائي، أول شيء نختار عملة الدوش كوين. هاي عملة الدوش كوين. طبعا بحدد سعر دخولي بالصفقة، سعر دخولي 0.11.5، سعر الخروج وصلت العملة إلى 0.16. طبعا الكمية بحدد أي رقم عادي، بعدها بحط أحسب وصلت نسبة الربح الخاصة فيني بصفقتي الخاصة إلى 780%. طبعا إذا بتوصل إلى منطقة 18 بربح تقريبا 1130%. تمام اصدقائي، نقطة واضحة. انا رح اسكر عند منطقة ال 18، ما رح انتظر منطقة ال 20، رح اسكر عند منطقة ال 18، رح اكتفي بربح 1130%. لكن نحن على قناة الفي اي بي حصلنا على ربح تقريبا 500%. هذا ربحنا على قناة الفي اي بي اخر 30 ساعة بصفقة واحدة فقط، غير باقي الصفقات اللي ربحنا فوق ال 1000% من الصفقات الثانية، وعندي هاي الصفقة واحدة بس مربح 500%. طبعا الف مبروك لكل اعضاء الفي اي بي. طبعا اي اغلاق حاليا فوق منطقة ال 15.20 رح نتجه تلقائيا الى منطقة ال 18. طبعا خلينا نشوف تغريدة لايلون ماسك. اليوم معكم ايلون ماسك، فالصبح لعنده عيد الهالوين فمبسوط، خلى الناس تفرح معه. خلي الناس تنبسط مثل ما انا انبسطت بالهالوين وباستحواذي على شركة تويتر. نزل تغريدة عن الدوش كوين وعملة الدوش كوين ولعت حرفيا، وكل المستثمرين بعملة الدوش كوين ربحوا مرابح فاقت 200% سبوت.
يعني اي شخص مخزن بالعملة من قبل بسعر 0.7 أو 7 سنت طبعا ربح فوق 200% لحد الآن. ألف مبروك لكل الأشخاص أصدقائي. طبعا تغريدة واحدة من إيلون ماسك كانت كافية طبعا حتى تفجر عملة الدوش كوين. شو راح يصير المستقبل إذا تم قبول عملة الدوش كوين كوسيلة دفع على تويتر؟ هل ممكن نشوف ال1 دولار؟ هاي الإجابات كلها راح تكون قريبة بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر. خليكم معنا أصدقائي للفيديو القادم، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. مع السلامة، دمتم بخير.